السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده يا ولاد ان شاء الله نخلص مع بعض الجزء اللي باقي في الجلوميرولر ديزيزز. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الاسباب اللي بتعمل نفريتك، وقلنا اتكلمنا على الاكيوت ديفيوز بروليفيتيف جونفرايتس، واتكلمنا على الرابيد بروجريسيف اللي هو الكريسنتريك جونفرايتس. النهارده يا ولاد هنتكلم عن حاجه لطيفه جدا، وهي اكبر واشهر سببين للنفروتك سيندروم. طبعا احنا عارفين الاعراض بتاعه النفروتك، وعارفين الجراس بتاع النفروتك، وعارفين المايكروسكوبيك بتاع النفروتك الجنرال اللي اتشرح في حصه رقم واحد في الجلوميرال ديزيزز. اللي ما شافش الحصه دي يرجع لها لانها مهمه جدا، فيها كل الاساسيات اللي احنا محتاجينها في حصص الجلوميرولاي. بصوا يا دكاتره، احنا هنتكلم النهارده على مرضين. احنا لو ابو النفروتك كان اسمه ميمبرينس، هعمل مقارنه دلوقتي سهله جدا ولطيفه جدا ما بين ميمبرينس جلوميرولونفرايتس، وافتكر ان ده ابو النفروتك. كويس، يعني ده بتاع الكبار، ده الكبير بتاعنا، ده بتاع الكبار، ده ابوهم كلهم، ده الماستر الكبير بتاعهم اللي هو ميمبرينس ونفرايتس. وافتكر ان في واحد بيجي كده في الاطفال اسمه مينيمال تشينج، في عندنا نوع من انواع النفروتك اسمه مينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس. جميل. طيب احنا عايزين النهارده نتكلم على الفرق ما بين الميمبرينس جلوميرولونفرايتس والمينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس. اول نقطه يا اولاد في المقارنه، القلم ده مش حلو، القلم ده مش كويس. اول نقطه يا اولاد في المقارنه هي ان انت عايزك تبقى عارف الاول ان ده النفروتك بتاع الكبار ادلتس. خلاص، وارسم لك واحد كبير كده عشان ما تنساش. اهو 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 شنبات اهي، دقن اهي، اصلع كمان اهو زي حالاتي كده اهو. ماشي، يبقى ده بتاع الكبار. مينيمال تشينج، لا ده بتاع الاطفال، تشايلد كيد، سن المدرسه. جميل، والموضوع لطيف خالص وبسيط خالص. يبقى احنا عندنا واحد نفروتك بتاع كبار ميمبرينس، واحد نفروتك بتاع العيال مينيمال تشينج، حاجه كده في الهاف. طيب اول نقطه عايزين نتكلم فيها يا اولاد في المقارنه، اول نقطه الانسيدنس والايج، دي اول نقطه. يا ريت تعمل المقارنه دي معايا عشان تسهل عليك مذاكره، تلاقي الموضوع سهل خالص. اقول لك كل الكلام اللي موجود في كتابك بس هرتبه لك بطريقه منظمه وافهمك الكلام ده جه منين. اول نقطه عندنا الايدج، نقطه رقم اثنين هنتكلم على الكوزز او الايتيولوجي اند باثوجينيسيس، ايتيولوجي الاول، بعد كده نتكلم على الباثوجينيسيس الميكانيزم اذا وجد ميكانيزم، وعلى فكره اثنين غالبا ميكانيزم انون يعني. جميل، بعد كده الجروس بيكتشر حضرتك عارفها مش هنقول فيها كلام، جروس بيكتشر هي خلاص ثابته لكل انواع النفروتك. عندنا الكلام بقى هيبدا من اول المايكروسكوبيك، مايكروسكوبيك اند الكترو مايكروسكوبيك بيكتشر، هنشوف ايه بالميكروسكوب وبالالكترو مايكروسكوب لو احنا عندنا ديبوزيت الوضع هيبقى ايه. واخيرا وكلينيكال، طبعا الكلينيكال بيكتشر ثابته فيهم كلهم لان انت عارف كلينيكالي كلهم نفروتك. واخيرا هنتكلم على الفيت. خلاص، الموضوع باثولوجي عادي خالص. يبقى السن البدايه، السن ايتيولوجي باثوجينيسيس جروس مايكروسكوبيك اند الكتروميكروسكوبيك كلينيكال بيكتشر اند فيت. اولا بالنسبه للسن، قلنا الممبرينز ده بتاع مين؟ بتاع الكبار. يبقى احنا بنتكلم في سن كبير اكتر من 40 سنه. 40 سنه ده بيصنف ايه؟ يونج ايج؟ لا، يعني ميدل ايج. طب وانت طالع اولد ايج، يبقى ميدل اند اولد ايج، يبقى فوق ال 40 سنه. المينيمال تشينج ده بيجي مور كومن ان تشيلدرن، ومفيش ما يمنع انه ممكن يجي في الكبار، ولكن ده الموست كومن كوز اوف نفروتك في الاطفال. لو اتسالت اشهر سبب نفروتك في الاطفال عندنا هو المينيمال تشينج، مينيمال اطفال نفروتك. تعال نتكلم يا اولاد على الايتيولوجي. افتكر دايما الممبرينس ده اللي هو بتاع الكبار، يعني راجل كبير، يعني انت فاهم حاجه، يعني حتى اسبابه اسباب كبيره. اسباب كبيره زي ايه؟ اولا بغض النظر عن الاسباب الكبيره الاول، قال لك ان احنا في عندنا نوع اسمه برايمري. نوع اسمه ايه؟ برايمري. برايمري ده يعني ايديوباثيك، يعني هو كده حاجه وراثيه، عنده استعدادات وراثيه عملت له مشاكل مناعيه جاله بدون سبب واضح، ده اسمه برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني نو اذر ديزيزز. طيب طالما في برايمري يبقى في ايه؟
سكندري. طب سكندري يا دكتور انت بتتكلم في مين؟ في الممبرينس اللي هو بتاع مين؟ بتاع الكبار. يبقى الراجل ده كبير قوي، يبقى اسبابه السكندري اسباب كبيره، اسباب مشهوره، اسباب مهمه. ايه الاسباب السكندري المشهوره اللي بتيجي في المرض الكبير قوي اللي انت بتتكلم عنه ده؟ بص يا اولاد، الاسباب المشهوره جمعها لك كده عشان ما تنساش. اشهر مرض في العالم دايابيتس ميليتس، مرض السكر. ممكن يجي فولوينج دايابيتس، واحد يجي له مرض سكر وبعدين يعمل له مشاكل مناعيه كده وبوظه، اعمل له ممبرينس جلوميرولونفرايتس، يخش مريض السكر في نيفروتيك سيندروم، يبقى ده احتمال. اشهر مرض اوتو اميون سيستميك لوبس اريثروماتوز، ممكن يجي مع العيال اللي عندهم سيستميك لوبس. ممكن. اشهر مرض حتى في مصر ايه اللي هو؟ امراض الكبد، هيباتايتس، بس مش هيباتايتس سي، هيباتايتس بي فيروس. ده اشهر مرض في مصر حديثا يعني، بس هو كان سي اكتر من بي. طب وزمان اشهر مرض كان ايه في الكبد برضو؟ بالهرزيزز. ايه ده بتاع المشاهير بقى ولا ايه؟ هو ده بتاع المشاهير. طيب قول لي ايه كمان اخطر مرض في العالم؟ كانسر، بيجي مع الاورام، مع السرطانات، مع المالجنسي. جميل. يبقى اذا نفتكر الراجل الكبير بيجي مع حاجات كبيره لو جه سكندري، انما غالبيه الحالات يجي لوحده، ده راجل كبير. غالبيه الحالات بدون سبب برايمري، واحد يصبح صبح من النوم ربنا عافينا تقول الحمد لله الذي عافانا، يلاقي نفسه عنده نيفروتيك سيندروم بدون سبب واضح، بدون سبب واضح، ده اسمه برايمري. طب ولو في سبب في الكبار؟ لا، سبب كبير. يبقى انت عندك اشهر مرض في العالم دايابيتس، اشهر اوتو اميون سيستميك لوبس، اشهر امراض في مصر امراض الكبد هيباتايتس وبلاريزيزس، اشهر واخطر مرض في الدنيا كانسر. تمام. يبقى ده بالنسبه للسكندري. وفي اذا ادويه بقى كلام فاضي، بنسلامين وناس بتقول اسبرين وشويه كلام اهبل كده. طيب نيجي للباثوجينز. دكاتره الباثوجينز قال لك ان المرض دوت الباثوجينز بتاعه اكشوالي از انون، ولكن قد 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 يكون انسايتو اميون كومبلكس، قد يكون انسايتو اميون كومبلكس. طب ايه نوع الانتيجين اللي اتكون له انتي بودي وعمل اميون كومبلكس في الدم وبدا يترسب؟ قال لك نوع الانتيجين مش معروف، مش عارفين ايه هو الانتيجين. حصل ان في انتيجين نظريه كده، واحد كده ايه حب ايه يفتي فاتيه كده ايه عشان ايه يخش بقى في ايه في كتب التاريخ وكتب الباثولوجي، قال لك يلا نالف نظريه. طلعت نظريه الايه، على فكره دي علبه اقلام جديده، كل ما افتح علبه جديده الاقي الاقلام يعني برده مفيش فايده، ضعيفه، مش عارف انا يعني، حتى اقلام التعليم مغشوشه. بص يا اولاد، بص شايف يعني، لا معقول، كويس مش وحش. طيب نيجي للجروس بيكتشر. يبقى احنا قلنا يا اولاد الباثوجينز او الميكانيزم انسايتو اميون كومبلكس. ايه هو انسايتو اميون كومبلكس؟ اللي هو كان ايه؟ اللي هو انجن اتلزق على الكيدني وجاله انتي بودي عمله اميون كومبلكس وبدا ينشط الايه؟ الكومبلمنت ويعمل مشاكل. بس ما عملش انفلاميشن، نو انفلاماتوري اكشن. الجروس بيكتشر زي اي نفراتك، كيدني كبيره وبيل وممكن يبقى فيها اصفر والكلام فاضي ده. ايه المميز تحت الميكروسكوب؟ المميز تحت الميكروسكوب عايز ارسمه لك هنا في المساحه دي بقى عشان تبقى تاخد بالك معايا. بص يا ولاد، انا عايزك كده من العنوان، كل عنوان فيه حاجه مميزه. بص معايا كده، احنا دلوقتي عندنا الرسمه المشهوره بتاعتنا اللي هو الايه؟ الجلوميرولار كابيلاري اهو. خلاص؟ اهو. جميل؟ اهو. وبعدين البومنز كبسول قدام حضرتك اهي. قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما نعمل اي حاجه يا اولاد، المرض ده الكاتيجوري بتاعه ايه؟ نفروتيك ولا نفريتيك؟ نفروتيك. ايه الحاجه الثابته في كل النفروتيك؟ هو النفروتيك حصل ليه؟ وقعنا بروتين ليه؟ ضربنا مين؟ البودوسايت. يبقى هلاقي افيسمنت اوف بودوسايت، يبقى البودوسايت فيها افيسمنت، فقدنا الرجول بتاعتها اهي. لوس اوف فود بروسيسز، فقدنا الاقدام بتاعتها. وقال لك بيبقى فيها زي مكانها بيبقى فيه زي سيتوبلازميك فاكيول كده، كان في فاكيول في السيتوبلازم كده مكان الاقدام، والاقدام حقيقه غير موجوده، عشان كده البروتين ممكن يقع لان انت فقدت السليت دايفرام. يبقى اول علامه مايكروسكوبيك، مش في ده بس، ده في كل النفروتيك، افيسمنت اوف بودوسايت. يعني ايه افيسمنت؟ يعني لوس اوف فود بروسيسز. يعني ايه؟ يعني البودوسايت بقت فلات. يعني ايه؟ يعني فقدنا ال فود بروسيس، الاقدام بتاعتها.
ادي اول نقطة. طب ايه النقطة التانية؟ قال لك النقطة رقم اتنين ان انت هتلاقي ان البيزمنت ممبرين is thickened اهو. بيس ممبرين بقى تخين. بص اهو ابقى اتخنهولك اهو. البيس ممبرين بتاع مين؟ بتاع البومانز كابسول والجلوميرا كابيلري. الجلوميرا بيس ممبرين اللي هو thickened عشان كده يسموه ممبرينز. وقد يكون هذا الثيكنينج بسبب ترسيب الاميون كومبلكس قريب منه هو اللي عمل هذه المشكله. طيب تعالى لي بقى يا دكتور قول لي طب واخبار الاميون فلورسنت والالكترو مايكروسكوب، هل هنلاقي ديبوزيت؟ اه طبعا هتلاقي ديبوزيت، انا قلت لك ان في اميون كومبلكس فهتلاقي جرانيولر اميون كومبلكس اهو سب ايبيثيليال المكان المشهور. اشهر مكان هنا اهو سب ايبيثيليال اميون ديبوزيت، دي الرسمه بتاعتي اهي. يبقى انا عندي يا اولاد تحت الميكروسكوب ثلاث حاجات، تحت الميكروسكوب ثلاث حاجات. واحد thickening of the base membrane which is membranous. طيب اتنين effacement of podocyte يعني loss of food processes وبقى مكانها cytoplasmic vacuoles وبقت flat. تلاتة immune complex بيتشاف بالالكترومايكروسكوب والاميون فلوريسنت granular sub epithelial. sub epithelial يعني تحت البودوسايتس، وقد يكون هو ده اللي اثر على الممبرين. وجوده يمكن يكون وجوده لما نشط الكومبلمنت بدا يغير تركيبه الممبرين يتخنه، ويمكن ده اللي خلى البودوسايت تبوظ او تفك. وي دونت نو ايه الميكانيزم اللي حصل بالظبط، ولكن دي النتائج. فهمنا يا اولاد؟ طيب كلينيكال بيكتشر نيفروتيك. تعالى نفتكر نيفروتيك يعني عنده ايه؟ هيماتوريا؟ لا. بروتينوريا؟ اه. مايلد؟ لا. سيفير؟ اه. اكتر من 3.5 جرام في اليوم. يبقى البروتين في الدم هايبوبروتينيميا، يبقى الجسم جنرالايزد ايديما. جميل. الليبيد هايبرليبيديميا. اميونيتي لو اميونيتي، هو ده لا عنده هيماتوريا ولا هايبرتنشن ولا الكلام ده، هي دي اعراضه. راجل نيفروتيك عادي خالص. بص يا اولاد الكتاب قال لك ان هو ممكن يدخل في اعراض، ممكن ده ايرلي يعني ده في الاول، مع الوقت لو الموضوع طول هو ممكن يطول او ممكن يطول ما يخفش، هيدخل في كرونيك جلوميرونفرايتس. امال هو ايه؟ كل الجلوميرونفرايتس اللي احنا بناخدها النهارده والمره اللي فاتت كلها كانت اكيوت جلوميرونفرايتس، بدليل ان بيحصل لها ريزوليوشن بتخف. لو طولت تبقى كرونيك جلوميرونفرايتس. انا مش هقول لك زي ما الكتاب قال لك اوصف لك الكرونيك جلوميرونفرايتس، لان احنا هناخد موضوع اسمه كرونيك جلوميرونفرايتس، بس نقول في المورفولوجي ان ممكن يتحول الى كرونيك. خلاص. وهو كرونيك بقى هيحصل فيه ايه؟ وانا بشرح لك الكرونيك هقول لك. ليه اقول لك دلوقتي؟ ليه الخبطك؟ هاي هايلاينوز في الجلوميرولاي وفايبروزس في الجلوميرولاي واتروفي اوف ذا تيبيول انترستيشال فايبروز وكرونيك انفلاماتوريس، ليه اقولها لك دلوقتي؟ ملهاش قيمه. خلاص اعرف ان هو يبقى كرونيك، ولما نيجي للكرونيك اقول لك هو ايه كرونيك. خلاص يبقى انت مرتب دماغك كويس. انا بقول لك الحاجه، انما ايه المميز فيه هو؟ عرفنا ايه المميز فيه هو، وعرفنا كلينيكالي اخبار العيان ده. طب ايه مصيره يا دكتور؟ والله مصيره يخف يا ما يخفش، يخف يا ما يخفش. يخف ريزوليوشن، وغالبا يتحسن بالكورتيزون. اشمعنى كورتيزون؟ لان كل الامراض الجلوميرولر نيفروتيك ونيفريتيك ار سمعني كده اوتو اميون. يبقى الراجل ده ممكن يتحسن بالكورتيزون ويخف؟ اه. ممكن ما يخفش؟ اه. طب لو ما خفش بقى كرونيك رينال فيلير او كرونيك جلوميرولونفرايتس. موضوع بسيط خالص. طيب ده بالنسبه للممبرينس. تعال نقارنه بقى بقصه المينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس. مينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس يا اولاد هو مرض مجهول، مرض مجهول الهويه، ما نعرفش بيحصل ليه. ولكن ده اكتر سبب يعمل لي نيفروتيك وينفخ العيال الصغيره بدون سبب واضح، رغم انه بيتحسن بسرعه جدا اكتر واحسن من ده مليون مره. الواد ده بالكورتيزون استجابته دراماتيك، يعني استجابه سينمائيه مش ممكن، يعني استجابه رهيبه. بيستجيب كويس جدا للكورتيزون، كورتيزون يعني. فده ادى امبريشن ان المرض اوتو اميون، يعني ادى انطباع رغم ان مفيش دليل. ليه؟ انا ما عنديش اميون كومبلكس هنا، حتى عشان كده سموه مينيمال تشينج. ايه هو المينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس؟ المينيمال تشينج يا دكاتره هو نيفروتيك سيندروم او نيفروتيك ديزيز ان تشيلدرن with absence of immune deposit. ما عنديش immune deposit. ايه ده؟ يعني ما عندكش immune complex؟ لا. ما عندكش incyto؟ لا. ما عندكش antibodies مترسبه وتشوفها بالالكترومايكروسكوب والفلورسنت؟ لا. عرفوا منين ان اوتو immune؟ قال لك لانه بيتحسن بالكورتيزون. وقديما قالوا if the cause is unknown give the patient
كورتيزون. فلما خد الكورتيزون وتحسن خلاص يبقى قال لك يبقى ده اوتو اميون. تعالى بقى نشوف ايه تاني خلاهم يفكروا في سكه الاوتو اميون. لما جم بصوا على الايتيولوجي يا دكاتره حط لك علامه استفهام كبيره ايتيولوجيز انون، ولكن لاحظوا مجموعه ملاحظات. ايه مجموعه الملاحظات؟ عندي ملاحظات 2i و2h. ملاحظات 2i و2h ان لقوا ان بعض العيال المينيمال تشينج جلوميرولونفرايتس اللي هم عيال نفروتك منفخين كده كان حصل لهم النفخه دي بعد انفكشن. بعد انفكشن خاصة upper respiratory tract infection جاله مثلا التهاب في زوره فيرال او حاجة وبعد كده حصل له القصة دي، فقال لك طالما حاجة حصلت انفكشن قلبت بحاجة تانية ده فكرنا بقصة الايه؟ البوست ستريبتوكوكال، يبقى يمكن يكون اوتو اميون عشان كده. حضرتك شفت الانتيجين؟ لا. حضرتك شفت الانتي بودي؟ لا. حضرتك شفت اميون كومبلكس؟ لا. طب ليه قلت ان اوتو اميون؟ قال لك عشان جه بوست انفكشن. نظرية. النظرية رقم 2 حرف الاي قال لك ايه بقى؟ ان احنا ممكن يكون السبب immunological reaction. ممكن يكون السبب ايه؟ immunological reaction. لو ان هو في بعض الامراض المناعية ظهر في بعض الامراض المناعية للاوتو اميون. immunological disease. مع بعض الناس اللي عندهم امراض مناعية ممكن يكون القصة دي بتحصل في بعض الحالات اللي فيها امراض مناعية اخرى. طفل عنده مرض مناعي تاني ام جاله ده؟ قال لك يبقى يمكن هو خلاص اوتو اميون ضرب ده وده. طيب الاتش اللي بعدها قال لك ان هو بعض العيال اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي، بعض العيال عندهم ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي، حساسيه. طب ما حساسيه دي ما تعتبر ايه؟ الحساسيه دي تعتبر مناعه، يعني اكسجريتد اميون رياكشن، فده ممكن يكون له ارتباط بالاوتو اميون. الاتش اللي بعدها قال لك ان هم لقوا ان بعض الاطفال اللي بيجي لهم هودجكن لينفوما، اطفال عندهم ايه؟ هودجكنز لينفوما، الاطفال عندهم هودجكن لينفوما عندهم مشاكل في خلايا مناعيه. هودجكن لينفوما مرتبطه بمشاكل في خلايا الليمفوسايت، ما هودجكن لينفوما ده سرطان الليمفوسايت قد يكون مرتبط بمشاكل له علاقه بالمناعه. فلقوا ان كل الادله بتشير باصابع الاتهام الى جهاز المناعه، طفل جاله انفكشن وبعد كده جاله مشكله، طفل عنده امراض مناعيه اخرى، طفل عنده حساسيه يعني جهاز المناعه متهيج، طفل عنده هودجكن ليمفوما يعني ورم في جهاز المناعه في خلايا الليمفوسايت، كل اصابع الاتهام تشير الى جهاز المناعه، كل الكلام ده لا يعني اي شيء، الدليل القاطع ان المرض immunological ان هو good response to كورتيزون، ان العيال دي بتخف بالكورتيزون فعلا. طيب ده بالنسبه لمعلوماتنا عن الايثيولوجي والباثوجينيسيس، طبعا زي ما قلت لك از انون، انا ما اعرفش سبب عشان اقول لك ميكانيزم. نيجي للجروس، هو نفس الجروس. نيجي للمايكروسكوبيك، المايكروسكوبيك اسمه ايه المرض؟ مينيمال تشينج، يعني تغييرات مهمه؟ لا، تغييرات تافهه. ايه التغيير التافه الثابت اللي موجود في كل حالات النفروتك يا دكتور؟ نفس الرسم. بص رسمتك الرسمه دي 10 مرات، رسمتك الرسمه دي 10 مرات. بص يا دكاتره، التغيير الثابت في كل انواع النفروتك ان البودوسايت فيها افيسمنت، يبقى اذا دي حاجه ثابته في كل النفروتك، هنقولها تاني هنا برضو، افيسمنت او لوس اوف فود بروسيسز، فقدنا الرجول. وكان في حاجة تانية غير فقدنا الرجول، في حاجة تانية كنت أنا رسمتها لكم في أول حصة، فقدنا الرجول ولبت في التيوبيول، فقدنا الرجول ولبت في التيوبيول. لبت في التيوبيول ليه؟ العيال دول عندهم الإبيثيليال لايننج بتاع التيوبيولز يا دكاترة فيها فات، بلاقي فيه فات فاكيولز كور دهنية كده جوه الإبيثيليوم بتاع التيوبيول. ليه؟ رد عليا قول لي ليه مش سامعك، ليه بقى؟ لان انت عارف حضرتك ان في الحالات النفروتك بصفه عامه بنفقد بروتين، فالليفر يعوضنا بلايبو بروتين لايبو، ففي بعض هذه الدهون اللايبو تقع في اليورين، فلما تقع في اليورين تتشفط بالابيثيليال لايننج اوف ذا تيبيول، فلاقي ان في جوه التيبيول فاكيول اللي هي دهون في التيوبيول. خلاص، يبقى افيسمنت وبودوسايت وفاكيوليتد ابيثيليال سيلز اللي هو عباره عن فات في التيوبيول. يسالك يقول لك العيال دول، وده ممكن يجي لك ام سي كيو، انا شخصيا لو بحط امتحان هحط السؤال ده، اقول لك الالكترو مايكروسكوبيك الاميون فلوريسنت بشوف فيه ديبوزيت،
الالكترومايكروسكوب بيوريني ديبوزيت نو ديبوزيت، ده اسمه مينيمال تشينج، احنا مش شايفين تغييرات كبيره، مفيش ديبوزيت جرانولر زي ده، مفيش ايميون كومبلكس اصلا. طيب هل عندك اي جي جي اي جي ام؟ نو اي جي جي اي جي ام كومبلمنت، الكلام ده كله مش موجود. كلينيكال العيال دول نيفروتيك، تيبيكال نيفروتيك، نفس الكلام النيفروتيك اللي احنا عارفينه، الفيت بتاعه كويس جدا، في بيخف وفي بيخفش برضه، يعني ممكن ريزوليوشن ممكن يقلب كرونيك كله زي بعض، بس ده بيتر بروجنوزز ذان ده. الاطفال مصيرها احسن من الكبار زي ما خدنا في النيفريتك برضو، ان العيال اللي بيجي لها اكيوت ديفيوز بروليفريتيف نيفرايتس بوست ستريبتوكوكال مصيره في العيال الصغيره مش بيقلب رابيد لبروجريسيف كريسنتريك زي الكبار، الكبار كريسنتريك اكتر يقلب اكتر، انما الاطفال الى حد ما من رحمه ربنا بيهم في الامراض الرخمه دي ان هو الامور بتبقى شويه مايلد. يعني ده يا اولاد المقارنه ما بين الاثنين. يبقى لو نقارن بسرعه تاني كده، ميمبرينس مينيمال تشينج، ميمبرينس ده في الكبار، مينيمال تشينج ده في الاطفال، الميمبرينس ده الكبير بتاعنا فاسبابه راجل كبير غالبا هيجي لوحده مش هيخاف، يعني ويجي مع حد كبير ما بيخافش فبيجي برايمري، نسبه بسيطه بتيجي سكندري، ولو جه سكندري يبقى حاجه كبيره برضو. اشهر مرض في العالم، اشهر اوتو اميون، اشهر امراض في مصر، اخطر مرض في العالم. الميكانيزم بتاعه يمكن يكون انسايت وي دونت نو، الجروس وكده كلام فاضي، هنا الميكانيزم ما نعرفوش، الاسباب ما نعرفهاش، في ادله بتشير باصابع الاتهام للاميون، وهي اثنين دليلين بالاي واثنين دليلين بالاتش. اكبر دليل على انه اميون انه بيتعالج بالكورتيزون. المايكروسكوبيك هنا من العنوان اسمه ميمبرينس، يبقى الميمبرين ثيكند. اميون كومبلكس لانه انسايتو اميون جرانولر ديبوزيت في المكان التقليدي صاب ابيثيليال، وكل النيفروتيك فيها افيسمنت اوف بودوسايت. هنا ما عنديش حاجه غير افيسم بودوسايت وايفاكيوليتد تيوبيولز تيوبولر ابيثيليوم، كلينيكالي زي بعض بالظبط، الفيت ده اوحش ده احسن. ده بالنسبه لدكاتره للنيفروتيك. اسباب النيفروتيك ميمبرينس ومينيمال تشينج وممبرينو بروليفريتيف وحاجه اسمها فوكال سيجمنتال جلوميروسكلوز. هما الاثنين دول بتكلم فيهم، بتكلم في واحد اسمه، اعرف المهم اللي فيه، واحد اسمه ميمبرينو، ميمبرينو بروليفريتيف، والتاني اسمه فوكال سيجمنتال جلوميرولو سكليروس. وحش عشان فوكال ولا عشان سيجمنتال؟ قمت حضرتك قلت لي فوكال، واحد تاني قال لي سيجمنت، قلت لك لا هو وحش عشان سكليروسس. دول نيفروتيك، دول نيفروتيك مش نيفريتيك، احنا خلاص عارفين نيفريتيك. الممبرينو بروليفريتيف ايه الحاجه المميزه اللي فيه؟ الحاجه المميزه في الممبرينو بروليفريتيف ان هو تحت بالالكترو مايكروسكوب اسمه ممبرينو بروليفريتيف. بص يا دكتور، انا عندي دوت الكابيلاري وده البيس ممبرين. بص كلمه ممبرينو ماشي كده، ركز معايا، ممبرينو عندي سبليتنج اوف ذا بيس ممبرين. انا دايما اقول للطلبه بتوعي ايه؟ ميمبرينو بروليفريتيف ده بوش واحد ولا بوشين؟ يقول لي بوشين. اقول له ليه بوشين؟ يقول لي طبعا واحد شاطر وفاهم يقول لي ميمبرينو ده راجل نيفروتيك، بروليفريتيف ده راجل نيفريتيك، يبقى الراجل ده بوشين. فانا عايزك تعرف حدوتي، طب وشين اللي عنده من كل حاجه اتنين. حتى الميمبرين اتقسم طبقتين، حتى الميمبرين اتقسم طبقتين، بقى عندي سبليتنج اوف ذا ميمبرين. الممبرين بيبان بالالكترو مايكروسكوب بالمنظر ده، عامل زي ترام تراك، ترام تراك عامل زي شريط القطر كده. طيب بالمناسبه الممبرينس، النوع اللي اسمه ممبرينس اللي احنا شرحناه عشان بس ما تلخبطش لو جالك في الاختيارات، الممبرينس كان الممبرين بيبقى ثيكند تخين اهو، بس ما قالكش سبليتنج. بص يا ولاد اهو، في حالات الممبرينس الممبرين تخين ثيكن بس ما قالكش سبليتنج. ده كمان كان في علامه في الممبرينس يقول لك الممبرين فيه سبايك، يعني شكله بيتغير بيبقى سبايكي، سبايكي يعني بيطلع فيه سنون كده بيبقى شكله غريب يعني الريجولر كده. ده في الممبرينس الريجولر ثيكنينج بيبقى سبايكي، سبايكي يعني عامل زي المشط كده، حتى في ناس تسميه هير كومب عامل زي المشط. انما هنا اقول لك اتقسم اثنين، نفس الممبرين مش تخين لا ده مقسوم مفلوق من النص. طيب يبقى دي كلمه ممبرينو. كلمه بروليفريتيف، الخلايا اللي دايما اسمها بروليفريشن اللي ما فيش لا نقاش فيها ميزانجيال سيل بروليفريشن، يبقى دي حاجه ثابته موجوده في كل حالات الممبرينو بروليفريشن، ميزانجيال سيل بروليفريشن اهي وده موقعها. طيب
تيجي بقى للممبرينو بروليفرتيف، هو كم نوع؟ ما احنا قلنا بوشين عنده من كل حاجه اتنين، هو نوعين، في عندنا ممبرينو بروليفرتيف تايب 1 وفي عندنا ممبرينو بروليفرتيف تايب 2. الممبرينو بروليفرتيف تايب 1 بيبقى عنده ترسيبات سب اندوثيليال، ترسيباته ايه؟ سب اندوثيليال اميون كومبلكس، ترسيبات تحت الاندوثيليوم سب اندوثيليال. جميل. طب والتايب 2 الترسيبات بتاعته بتبقى انترا ممبرينس، بيرسب كومبلمنت. اللي بيرسب تحت الاندوثيليوم ده بيرسب ترسيبات عاديه اميون كومبلكس عادي، اميون جلوبال ان جي وام والكلام، انما اللي يخش لي جوه الممبرين بيبقى كومبلمنت. اللي بيخش جوه الممبرين ده بيبقى كومبلمنت، ده النوع الوحيد في الجلوميرولونيفرايتس اللي بيترسب انترا ممبرينس، عشان كده يسموه دنس ديبوزيت، دنس ديبوزيت ديزيز. بيرسب ايه؟ كومبلمنت، بيرسب كومبلمنت. فهمنا يا اولاد؟ يبقى دول الايه النوعين بتوعنا. يبقى النوع تايب 1 وتايب 2، التايب 1 سب اندوثيليال ديبوزيت والتايب 2 انترا ممبرين ديبوزيت جوه الممبرين بيسموه دنس ديبوزيت ديزيز. وكلا النوعين فيهم ممبرينو يبقى سبليتنج ممبرين وبروليفريتيف ميزانجيال سيل بروليفريشن. بيقول لك النوع الاولاني بيظهر باعراض نفروتيك والنوع الثاني بيظهر باعراض نفريتيك، ده كلام الكتاب، ولكن هو في الحقيقه ان هو اي نوع منهم ممكن يظهر باعراض نفروتيك او نفريتيك، لان برضو البودوسايت بتتاثر. طيب النوع اللي بعده اسمه فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروزس. ماشي، ما فيهوش حاجه غير انك تبقى فاهم الاسم. فوكال يعني سان جلوميرولاي، سيجمنتال بارت اوف ذا جلوميرولاي، بيحصل له ايه؟ سكليروزس. يعني ايه؟ يعني يحصل للجلوميرولاي دي اهي، لو افترضنا دي جلوميرولس اهي، جزء منها يحصل له هايلاينوزس followed by severe fibrosis. سكليروز يعني تصلب، جزء من الجلوميرولاي بيبوظ ويتصلب وبيقفل. الاثنين دول بما انهم هما الاثنين نفروتك يبقى هما الاثنين عندهم البودوسايت، البودوسايت افيسمنت، فقدت الرجول بتاعتها، هما الاثنين ده وده، دي قاعده عامه في كل النفروتك ومش هنغيرها، فدي برضو حاجه موجوده فيهم. طيب ايه تاني بيميز الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروز؟ النوع الوحيد اللي مميز بترسيب اميون جلوبلين ام بالذات، يبقى ده حاجه مميزه. الباقي ممكن جي ممكن ام، انما ده لا ام تحديدا كده، هو محدد كده. وده نوع النفروتك اسوا نوع نفروتك، انا قلت ده اوحش نوع. ليه؟ فوكال لا سيجمنتال او عشان ايه؟ سكليروز تليف كده، يبقى ده بيخش في فشل كلوي مؤكد، ده بيخش في فشل كلوي مؤكد. دي الحاجات المميزه من الاسامي اللي قدامك، يبقى انت هاتها من الاسم عشان ما تعبش نفسك. ممبرينو بروفيتيف ممبرينو يبقى سبيتنج ممبرين، بروفيتيف بروفريشن اوف ميزانجيال سيلز، له نوعين تايب 1 سبميتيد فيزيت، تايب 2 دنس ديبوزيت ديزيز اللي هو انتر ممبرينس ديبوزيت اوف كومبلمنت. والعيان ده ممكن يجي باعراض نفروتيك اور نفريتيك، وكده كده هو عنده بودوسايت افيسمنت على حسب مين البريدوميننت يعني. طيب فوكال سيجمنتوسكليروز، فوكال بعض الجلوميرولاي اجزاء منها بيحصل لها هايلانوز فولود باي سيفير فايبروزز، ونوع الترسيب هنا يا دكاتره باي جي ام، والنوع ده وحش ليه؟ عشان التليف ده هيدخله في فشل كلوي ده بدري بدري. فهمنا؟طيب بص يا ولاد، وصلنا لاخر موضوع عندنا في الجلوميرولار ديزيز، وهو موضوع كرونيك جلوميرولونيفرايتس، التهاب المزمنه. كرونيك جلوميرولونيفرايتس وما احنا بناخد ايه يا دكتور؟ كل اللي انت خدته ده حضرتك اكيوت، اللي هم الاكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس اكيوت، الكريسنتري جلوميرولونيفرايتس ده اكيوت، اللي هو من ضمن اسبابه كان جود باستير ده اكيوت، يعني ايه اكيوت؟ شورت ديوريشن، شورت ديوريشن اصل فيه كده. طب وبتوع النفروتك اللي خدناهم بتاع الكبار ممبرينس اكيوت، وبتاع العيال الصغيره مينيمال تشينج اكيوت، والاميون جلوبلين اي نفروباثي اللي هو اشهر سبب للنفريتك اكيوت، برضه. امال مين الكرونيك؟ تعالى بقى نتكلم عنه. اي واحد من دول كمل طول قعد شهور وسنين بقى اسمه كرونيك جلوميرولونيفرايتس. بس خد بالك في واحد عمره ما هيطول، في واحد يا اولاد منهم عمره ما هيطول، عارف مين؟ لو انت شاطر تقول لي مين. الكرونيك جلوميريولو نيفرايتس هي البروجريشن الطبيعي للعيان اللي ما بيخفش
من مرضى النفروتك والنفريتك ما عدا واحد منهم لا يمكن يطول ويقلب بكرونيك. والله لو قلت افرح منك جدا. شوف بقى حلاوة ان انا بقى قاعد قصادك كده واسمعك وانت بتقولها كده واحس بالانشكاح. للاسف انا مش سامعك يعني، بس انا حاسس ان فيكم ناس هتقولها دلوقتي. هقول لك اسامي الامراض اللي خدناها، اختار منهم واحد لا يمكن يقلب كرونيك جرونفرايتس. اكيوت ديفيوز بيريفيرال جرونفرايتس، كريسنتريك جرونفرايتس، اميون جلوبولين اي نفروباثي، مينيمال تشينج جرونفرايتس، ممبرينس جرونفرايتس. مين من دول لا يمكن يقلب كرونيك، لا يمكن يطول؟ مين؟ كريسنتريك. هو له اسم تاني؟ كان اسمه ايه؟ رابيدلي بروجريسيف. يا راجل يا طيب، رابيدلي بروجريسيف جرونفرايتس. الكريسنتريك مش اسمه رابيد. يعني ايه رابيد بروجريسيف؟ يعني رابيد ديكلاين او ديتريوريشن تو رينال فيلير، بيتطور الى رينال فيلير بسرعه بسرعه. يبقى مش كرونيك، مش كرونيك. كرونيك ده واحد عيان عندك بقاله 5 6 10 سنين عنده التهابات كلويه، التهابات في الكلى، تمام، من الناس اللي كانوا جرونفرايتس. يبقى اذا ايه هو الايتيولوجي بتاع الكرونيك جرونفرايتس؟ هو بروجريشن اوف اني تايب اوف نيفروتيك اور نيفريتيك اكسبت كريسنتريك. كريسنتريك ده بنوع بسرعه او يخف بقى وربنا يكتب له الايه العمر الطويل. دي النقطه الاولانيه. النقطه رقم 2 يا اولاد، لما اجي اتكلم على الجروس بيكتشر بتاعت الكرونيك جلوميرولونفرايتس، تعالوا نرسم الكليه ديت مع بعض. يلا نفس السؤال الغبي هساله تاني، كلوه واحده ولا كلوتين؟ الاثنين. ليه؟ لان الامراض دي اوتو اميون جايه عن طريق الدم، اللي ضرب اليمين ضرب الشمال واللي ضرب الشمال ضرب اليمين، يبقى هيجي على الناحيتين. لما اقول لك ان عندي مرض كرونيك، القاعده اللي حضرتك عارفها من زمان ان الامراض المزمنه اللي فيها التهابات مزمنه بتهيل بتلتئم باي ايه؟ فايبروزز. يبقى اذا حجم الكدني هيبقى صغير بايلاترال على الناحيتين. هقوم راسم لك كلوتين قصاد بعض اهو اهو اهو. بصوا عاملين ازاي اهي، فين رينال بلفس يوريتر اهو. خلاص يبقى بايلاترال ريديوست او كونتراكتد كدني، الاثنين صغنطتين. ماشي، ليه صغيرين؟ بسبب الفايبروزز. ليه صغيرين؟ بسبب الفايبروزس. طيب ليه يا دكتور عملت لي السيرفس السيرفس بتاعها من بره هيبقى ايه؟ هيبقى جرانيولر، هيبقى جرانيولر، جرانيولر حبيبي بهذا الشكل او الريجولر. ليه؟ بسبب التليف. التليف يشد يا اولاد، التليف يشد يا اولاد ويعمل ريتراكشن. طيب الكونسستنسي بيها ريديوس ان سايز، كونسستنسي طبعا فيرم بسبب الفايبروزس، لونها طبعا جريش بسبب الفايبروزس. الكبسول بتاعها لما تيجي حضرتك تفك الكبسول بتاع الكدني تلاقيه فيرملي ادرنت، لازق لزقه سودا مش عارف افكه زي الحالات الاكيوت. الاكيوت لما كان الكبسول بنشده ايزلي ستريبس ايزلي. ليه؟ لان الكدني منتفخه والكبسول ستريتشد. انما النهارده تيجي تشده تلاقيه لازق مش عارف تفك الكبسول. ليه الكبسول از فيرملي اتاتشد؟ بسبب التليف، بسبب الفايبروزس. يبقى كل المشاكل بسبب الفايبروزس. حجمها صغير بسبب الفايبروزس، شكلها الريجولار مكرمش بسبب الفايبروزس، ناشفه بسبب الفايبروزس، الكبسول لازق لزقه سودا بسبب الفايبروزس. لو جيت تبص على الكورتكس والميدلا اقول لك ان الكورتكس ليها شكل مميز خدتوها، والميدلا ليها شكل مميز وبيراميدز والكلام الجميل ده، صح كده؟ انسى ولا اي حاجه من الحاجات دي، كله شكل بعضه. يقولوا عليها ايه؟ يقول عندنا ان فيلير اوف ديماركيشن بتوين كورتكس او الكورتكس اند ميدلا ار بورلي ديماركيتد. لوس اوف ديماركيشن يعني الفواصل او الفوارق ما بين كورتكس وميدلا اختفت، بقينا زي بعض بسبب الفايبروزس برضه. يبقى كل المشاكل بسبب الفايبروز خلى كل الدنيا زي بعض. يبقى اقول الجروس ده تاني لان ده مهم وفي العملي عندنا مهم، خلي بالك في جارز فيها كرونيك جرونفرايتس. يبقى اولا الحجم صغير، السيرفس الريجولر او جرانيولر بسبب الفايبروزس، اللون جريش بسبب الفايبروز، الكونسستنسي فيرم بسبب الفايبروزس، الكبسول ادهرنت لازق بسبب الفايبروزس، الكات سكشن الكورتكس زي المدلة بسبب الفايبروزس. تعال بص معايا تحت الميكروسكوب هنقول بقى ايه. بص يا دكاتره المايكروسكوبيك كلام لطيف جدا لو احنا ماشيين بطريقه منظمه. طب امشي يا دكتور بطريقه منظمه، عينيا.
تعالى لي كده للنفرون الطبيعي. النفرون الطبيعي عندنا ايه؟ عندنا جلوميرولر كابيلاري اهو، بومنز كبسول، تيبيولز اهي، صح كده، كولكتنج داكت اهي، وانترستيشيال تيشو بره. ده العادي. طيب اللي مش عادي، خش عندك في كرونيك انفلاماتوري، كرونيك جلوميرولايتس. اول حاجه هلاقي بره كرونيك انفلاماتوري سيلز، ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج او خلايا انفلاميش. عندك التهابات مزمنه اهو، كرونيك انفلاماتوري سيلز متجمعه بره. طيب وبره التيشو حصل له ايه؟ هيلينج باي فايبروزس، في تليف شديد بره. جميل. لما حضرتك تعمل تليف في الكلى ويبقى فيه التهابات مزمنه، ايه اللي يحصل في البلاد فيسلز؟ اند ارترايتس. يبقى الشرايين اللي هي مقفله اند ارترايتس. يعني ايه اند ارترايتس؟ يعني الشريان بيبقى فيه تليف والجدار بتاعه تخين واليومن ضيق، فكميه الدم اللي واصله للجلوميرولس، كميه الدم اللي واصله للنفرون ايه اخبارها؟ اقل من الطبيعي. وبالتالي يحصل ايه في النفرونز؟ يقول لك ان النفرون ده ممكن يحصل له اتروفي. ارسمه لي يا دكتور. حاضر اهو، ادي النفرون اهو في اتروفي، اتروفي اوف ذا نفرون، اتروفي اوف ذا تيوبيولز، ادي حاجه مهمه اهي. طيب طبعا مش هنرسمه كده، يعني مش صح نرسمه كده، هرسمه ان هو عباره عن تيوبيولز ضيقه او صغيره. جميل. ايه كمان اللي بيحصل؟ كمان ان اللي بيحصل هايبر تنشن للعيان ده، ضغطه بيعلى لان هرمون الرينين بيزيد. الهايبر تنشن ده بيعمل حركه اسمها هايلاينوزز في الجلوميرولاي. يعني ايه هايلاينوزز؟ يعني تحس انها مقفوله خالص، الاوعيه الدمويه تحس انها مقفوله وبروتيناتها ملزقه بهذا الشكل، هايلاينوزز. واحيانا فايبروزز في الجلوميرولاي، الدنيا قفلت خالص، ده كرونيك جلوميرولايتس. يقول لك طب هل الكلام ده بيحصل في كل النفرونز في نفس الوقت؟ اقول لك لا، ابقى كداب لو قلت لك اه، لان الموضوع ايه؟ كرونيك. يعني ايه؟ يعني جراديوال، مش كل النفرونز هتبوظ في نفس التوقيت في نفس اللحظه، ده مش حاجه اول اوف ذا سادن حصلت، دي حاجه على مدار السنين. وبالتالي ممكن يبقى في بعض النفرونز لسه شغاله اهي. طب لو انا عندي كميه دم معينه، نص الكليه باظت والنص التاني شغال، يبقى مين اللي واخد الدم؟ النص اللي شغال. احيانا بياخد كميه فلتريشن اكتر من زمايله لان زمايله مقفلين، فهو يتنفخ ويتمدد بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. يعني يحصل في النفرونز الشغاله كومبنساتوري دايليتيشن. ايه كومبنساتوري دايليتيشن؟ كومبنساتوري تعويضي، دايليتيشن. ليه؟ خدت دم اخواتها، كلت اكل اخواتها، فلترت اخواتها. ليه؟ لان اخواتها مقفلين ودول شويه البساط اللي اتنفخوا. عشان كده ما تستغربش لو لقيت في الكرونيك جلوميرولونيفرايتس مالتيبل رينال سيستس، تكيسات كلويه، تكيسات، كيس مليان ميه. ايه الكيس اللي مليان ميه ده؟ ده ولا حاجه، اوعى ما تخافش منه، ده تيوبيول منفوخه من جوه، ده تيوبيول منفوخه من جوه، منفوخه تبان على شكل كيس كده 2 3 مللي كده في ميه. مالتيبل سيستس. احيانا بلاقي دكاتره عباره عن كاست، الاقي كاست هنا، كاست اهي. ايه الكاست ده؟ بروتين بقى، لو العيان ده كان نفروتك اصلا، ايه ار بي سيز مثلا وخلايا بتقع، لو العيان ده كان نفرتك اصلا، والاقي الكاست دي في التيوبيول. اللي شاف الكاست في التيوبيول ده قال لك والله المناظر اللي حضرتك رسمها دي كده اهو شبه الثايرويد جلاند. شبه ايه؟ الثايرويد جلاند. شبه ايه تاني؟ الثايرويد جلاند. ليه يا حبيبي شبه الثايرويد؟ قال لك ما الثايرويد جلاند هي عباره عن اسينايد جواها كولويد، جواها سائل احمر، وانت النهارده عندك تيوبيول جواها سائل احمر، بس ده مش كولويد، ده كاست. فراحوا مسمين الحركه دي ثايرويدايزيشن. ثايرويدايزيشن قال يعني ثايرويد. حد فاهم حاجه؟ طيب نكتب بقى الكلام اللي انا قلته لك ده. بص يا اولاد على الرسمه اللي قدامك، اول حاجه بشوفها في كرونيك جلوميرولونيفرايتس ايتس، اول حاجه اقولها كرونيك انفلاماتوري سيلز، وكرونيك يبقى تاني حاجه اقولها فايبروز. الفايبروز ده يدخلني في الخطوه اللي بعدها، عملت تليف، ايه اللي يحصل في البلاد فيسلز؟ اند ارترايتس، اند ارترايتس، تدخن وتضيق. البلاد فيسلز ار ثيكند اند نارو. النتيجه كميه الدم قلت، يحصل ايه في النفرون؟ يحصل هنا هايلاينوزز، وممكن يحصل فايبروزز في الجلوميرولاي نفسها.
طب وفي التيبيول اتروفي ضمور اهي في الرسمه اهي. طب وبعض التيبيول اهي كومبنساتوري دايليتيشن، ولو لقينا فيها احيانا كاست اهو يسموا الحركه دي ثايرويدايزيشن. مش مكتوبه في الكتاب كلمه ثايرويدايزيشن بس هتاخدها في العملي لان دي سلايد في العملي. دي النقطه رقم 8. هو ده يا اولاد الميكروسكوبيك بتاع الكرونيك جرونفرايتس تحت الميكروسكوب. الشريحه عندنا في العملي على فكره مهمه جدا. اعتبر ان انا كده فهمتك العملي، ده الكومنت كمان اللي بيتكتب، فانت كده فهمت القصه فيها ايه. ماشي يا اولاد، رسمه قدامكم ان قشوها زي ما هي، تبقى عارف بس انت راسم ايه والبيانات عباره عن ايه. الرسومات هتسهل لك قوي 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 وانت بتذاكر زي ما اتفقنا قبل كده. طيب تعالى بقى نتكلم بلغه الكلينيكال. اقول لك كلينيكال، الكلينيكال يا دكاتره العيان ده اند ستيج كيدني. الراجل ده مش اكيوت ونقول نستنى عليه يومين ويمكن يخف. الراجل ده بقاله سنه سنتين. الراجل ده وصل الى حاله تيرمينال. الراجل ده وصل لحاله ملهاش حل. الراجل ده قصته النهارده الريفرسيبل. ليه؟ لانه دخل في تليفات في اصل الكلى في الانترستيشال تيشو، وتليفات في الجلوميرولاي اللي هي الوحدات الوظيفيه. فالعيان ده مؤكد عنده وظائف فانكشنال لن تعود يوما ما كما كانت. عشان كده بيقولوا عليه ايه؟ اند ستيج رينال ديزيز، او دخل في كرونيك رينال فيلير، فشل كلوي مزمن. طيب كلينيكالي فهمني، كلينيكالي كلينيكال بيكتشر فهمني العيان ده يبقى عنده ايه؟ ناخدها بالراحه. اول حاجه انا حابب اتكلم فيها، اول حاجه انا حابب اتكلم فيها من بدايات المشكله خالص. اول اماكن تتاثر يا دكاتره، اول اماكن تتاثر يا دكاتره هي التيبيولز بتاعت الكدني. التيبيولز بتاعت الكدني بتفقد جزء من وظيفتها وهي قدرتها على الري ابزوربشن. وهي قدرتها على الري ابزوربشن. ري ابزوربشن في ايه؟ اوف ووتر. انت بترشح ميه. انا مش، انا قلت لك من وظائف الكلى انها تعيد امتصاص الميه. انا مش عارف اعيد امتصاص الميه، وبالتالي اي ميه انت هترشحها قبل ما الدنيا تقفل هنزلها لك. اي ميه انت هترشحها قبل ما الدنيا تقفل هنزلها لك. يعني النفرون بيبوظ واحده واحده، مش فجأة كده احنا قفلنا النهاردة بفوت علينا بكرة ما تجيليش تاني. لا لا لا، انت هات المية. طيب المية تنزل، اجي بقى اعيد امتصاص المية تاني من التيبيول؟ لا، ما بنعيدش امتصاص المية، كله بينزل. فالعيان ده بقى عنده ايه؟ بوليوريا. يبقى اول الاعراض في البداية العيان ده بيدخل في بوليوريا. ادي واحد. ولازم فاهم تفسير كل الاعراض. يبقى كلينيكالي العيانين اللي بيخشوا في فشل كلوي مزمن ممكن تلاقي عنده بوليوريا في الاول. ايه سبب البوليوريا؟ فيلير اوف ري ابزوربشن اوف ووتر، مش عارف اعيد امتصاص الميه. النفرون فقد جزء من وظيفته، فقد جزء من وظيفته من الاواخر خالص بقى، من الاخر اللي بيبوظ الاول، الابعد عن الدم الاول يبوظ الاول. اول مكان يجي له اسكيميا ويجوع ويتعب في الكدني هو الاجزاء الضعيفه بتاعت التيبيول اللي كانت بتعيد الامتصاص. فالعيان ده عنده فيلير اوف ري ابزوربشن، فيبقى عنده يجيب ميه كتير. يجيب ميه كتير. ادي واحد. طب الميه الكتير اللي بتنزل في الحمام، اقول لك الميه الكتير اللي بتنزل في الحمام بتبقى diluted. diluted urine. والديلوتد يورين معناها ان ايه؟ معناها ان انا مش بس عشان الميه كتير، ما انت ممكن تنزل ميه كتير بس منزل فيها املاح. منزل ميه كتير بس منزل فيها املاح ومنزل يوريا وكرياتينين، فالبول مركز عادي بس كتير. هنا لا، ده هنا diluted urine، اليورين خفيف، ممكن 10 10، specific gravity 10 10، 1010 او اقل من 1010، بعمل زي الميه خالص، ميه سايله، لان الكدني فقدت قدرتها على concentration of urine. يعني ايه concentration of urine؟ انا مش قادر احط لك املاح في الميه. امال انت بتعملي ايه؟ امال انت بتعملي ايه؟ يعني انت دلوقتي منزل ميه وكمان مش عارف احط فيها ملح؟ يعني ايه؟ يعني اسيب ملح في الدم؟ اسيب السموم في الدم؟ اه هو ده اللي حصل. انا فاشل، انا فاشله، انا فاشله، انا فاشله، فشل كلوي هو ده الفشل. انا هنزل لك الميه ومش هنزل لك الملح. خلي الملح يبهدل العيان بقى ويعمل الكترولايت امبالانس واليوريا والكرياتينين يعلو والدنيا وحشه. فاذا الميه بتنزل وكمان دايلوتد، ايه القرف ده؟ تمام. طيب يبقى احنا دي بدايات الاعراض. ايه كمان؟ قال لك بدايات الاعراض بدايه المشكله. ايه بدايه المشكله؟ هو المريض ده جاي بعد ايه؟ مش كان اكيوت؟ اه كان اكيوت. يبقى العيان ده يا اما كان نفرتك، يا اما كان نفرتك، يبقى هينزل لي كاست، كاست
نفرتك بينزل كاست فتل قوالب في الدم ار بي سي كاست مثلا جرانيولار كاست سيلولار كاست خلايا ليكوسايت نازله هينزل كاست او مريض نفروتك هينزل كاست برضو بس الكاست القوالب الفتل دي ايه بروتين كاست اللي بيسموها هايلاين كاست هايلاين بروتينات ملزقه يبقى اذا العيان في البدايات اصل المشكله ببقى عارفه عارف ان ده كان نفرتك او نفروتك لانه بينزل كاست يبقى اذا في البدايات في بوليوريا دايلوتد يورين والعيان بينزل كاست يعرفني هو نفرتك ولا نفروتك في البدايات في بدايات الاعراض بتاعت رينال فيلير يعني. طيب دخلنا في نهايات الاعراض البوليوريا يا دكاتره اللي كانت بوليوريا تحولت بقى بص بقى معايا العيان بقى الدنيا قلبت خالص اتحولت الدنيا الى اوليجيوريا بص بقى معايا هرتب الاحداث اتحول الى اوليجيوريا اتحول اوليجيوريا ليه خلاص الاوعيه الدمويه بدات تقفل مفيش دم واصل للكلى الكدني مش واصل لها دم مش عارفه تعمل فلتريشن اصلا اساسا يعني لا ميه ولا غيره بقى يلا كله بقى قفل الدنيا بقى هنا مرحله التقفيل التقفيل يبقى نبداها باوليجيوريا ايه سبب الاوليجيوريا ان انا عندي البلاد فلو بيقل او الفايبروز اللي بدا يحصل طيب انت النهارده عملت اوليجيوريا اديني النتائج طب ما انت عارف مفيش ميه هتنزل يبقى السموم مش هتنزل يبقى الاقي اليوريا والكرياتينين بيعلوا يوريا وكرياتينين بيعلوا ليه رينال فانكشنز خلاص ما انا مش هنزل ميه هنزل لك اليوريا في ايه اليوريا والكرياتينين عاليه الميه قليله ايه كمان طب انا النهارده لما بحبس ميه في الجسم كويس وانت قلت لي ان في اوعيه دمويه مقفله مش عارف انزل دم مش عارف اجيب دم يبقى كدني جعانه طب والكدني الجعانه ديت المخنوقه بتطلع رينن والرينن يعمل هايبر تنشن يبقى كل دي احداث مترتبه على بعضها هايبر تنشن هايبر تنشن ليه هرمون الرينن بدا يزيد ليه بيزيد ما هو قفله البلاد فيسل قللت الميه فقللت اليوريا اللي بتنزل قفلت البلاد فيسل حسست الكدني بالاسكيميا رفعت هرمون الطوارئ الرينال بدا يعمل هايبرتنشن عند ضغطه بيعلى ده مراحل متاخره من الفشل الكلوي ايه كمان مريض فشل كلوي عنده ايه قال لك هو الكلى مش فيها وظائف ثانيه اه طبعا هو انت لما تعمل تليف في الكلى كده وتبوظها هي الكلى دي مش كانت بتنتج بروتين اسمه اريثروبيوتين اريثروبيوتين اه ايه علاقته بالعيان ده بيعمل ايه الاريثروبيوتين ده اللي بينتج ايه بينشط انتاج الار بي سيز فالعيان ده ممكن يجي له ايه انيميا ده بالعكس ده انت الانيميا دي مش ممكن يجي له ده من اهم الاعراض اللي ممكن تشوفها في مريض الفشل الكلوي المزمن انا شفت حالات ما تعرفتش فشل كلوي الا عشان هو جاي بيشتكي بانيميا خلاص يبقى فقدنا وظائف الكلى يبقى مريض الفشل الكلوي في الحالات المتقدمه اشوف عنده اوليجوريا اشوف يوريا وكرياتينين هايبرتنشن وانيميا وعرفنا تفسير كل هفوه في الكلينيكال بيكتشر جت منين فهمنا يا اولاد ده بالنسبه لاعراض العيان كلينيكالي وعرفنا شكل الكرونيك بوفيتس عامل ازاي جه بعد كده اتكلم على موضوع الكاست قال لك يعني ايه كاست الكاست دي اللي هي القوالب سوليد ماتيريال مواد صلبه متشكله جوه التيوبيول هي سوليد ماتيريالز فورمد ان ذا تيوبيولز خلاص تنزل طبعا في اليوريا على شكل فتل يعني فبيسموها كاست السوليد ماتيريال دي هي نازله في مريض الجرونفرايتس على حسب حالته والله هو لو عيان عنده مثلا كرات دم بيضه ينزل سيلولار كاست متكسره ها اتكسرت خلايا كرات دم الليكوسايتس انفلاماتوري سيلز اتكسرت يسموها جرانيولار كاست ديبري يعني حاجات متكسره ريد كاست ريد سيلز كاست او ممكن يبقى ار بي سيز كاست عادي هايلاين كاست اللي بروتين كاست ده في عيان النفروتك مثلا هي دي الايه الكاست ده يا دكاتره وده بيبقى مرتبط بيقول لك بمريض الايدز الناس اللي الايدز والناس اللي بتشم هيروين والناس اللي هم الايه الناس دول يعني كده يا دكاتره يبقى احنا خلصنا جلوميرول ديزيز اتمنى اكون بسطتها بقدر الامكان جلوميرول ديزيز من المواضيع الثقيله مواضيع الرخمه حتى الناس حتى لحد النفرولوجي في البطنه بيبقى بالنسبه لهم الموضوع تقيل اتمنى ان انتم من النهارده تكونوا فاهمينها كويس وتحتفظوا بالسكيمات والورق والرسومات اللي انتم عملتوها في الجلوميرول ديزيز لان ان شاء الله هتخدمكم قدام وهتبقوا مستوعبين الجلوميرولاي بيحصل فيها ايه والنتائج بتاعتها والامراض بيحصل فيها ايه لان احنا ان شاء الله من المره الجايه هنخش في كاتيجوري جديد خالص بعيد عن هذه الافكار وهذا الموضوع. طيب افتح معايا كده الجزء اللي شرحناه النهارده نبدا الاول بالانواع النفروتك طبعا اول نوع عندنا اللي هو ابو النفروتك اللي هو الممبرينس نفروباثي حط خط بص بقى خد بالك common cause
in adult. Common cause of nephrotic in adult. ده يجي سؤال MCQ. تمام؟ طيب قسمنا لنوعين، نوع idiopathic ليس له سبب، والنوع التاني secondary اللي هو associated with systemic disease. زي ايه بقى؟ قلنا اشهر مرض في العالم اللي هو metabolic disorder زي الدايبيتس، اشهر مرض في مصر الهيباتايتس، البلهارزيز، اشهر autoimmune systemic lupus، اخطر مرض في العالم كارسينوما، وهكذا. طيب المورفولوجي بتاعه، طبعا الجروس بتاعته هي نفس الجروس بتاعت النفروتك زي ما شرحت لكم. المايكروسكوبيك، حط خط تحت، يونيفورم ديفيوز يونيفورم ثيكنينج اوف جرومبس ممبرين، تمام، بس طبعا مفيش سيل بروفريشن. طب الاميون فلوريسنت عندي عادي، ديبوزيت جرانيولر ديبوزيت، بيترسب فين؟ بيترسب ساب ايبيثيليال تحت البودوسايت، جميل، اللي هو بتوين جرومبس ممبرين اند بودوسايت، اللي هو ساب ايبيثيليال يعني، ونوعه بيبقى اميون جلوبولين جي، جميل، واعراضه اعراض النفروتك. نيجي للنوع اللي اسمه مينيمال تشينج ديزيز، نو تشينج اندر لايت مايكروسكوب، حط تحتها خط، ده سؤال امتحانات، ممكن يجي لك سؤال كده يقول لك طفل عنده اعراض نفروتك ومفيش اي تغييرات بتبان باللايت مايكروسكوب، بالميكروسكوب العادي، ده يجي سؤال ام سي كيو، موست كومن كوز اوف نفروتك ان شيلدرن، ده سؤال ام سي كيو مهم. اهم حاجه مميزه فيه ان هو مفيش عندي علامات مميزه، وبيستجيب للكورتيكوستيرويد، ريسبونس تو كورتيكوستيرويد، دي نقطه مهمه برده، ولا تحط تحتها خط، الطفل ده بيتعالج بالكورتيزون وبيستجيب للكورتيزون بسرعه رهيبه، اكتر مرض بيستجيب للكورتيزون. الايتيولوجي انون وفي نظريات فكك منها. طيب نيجي للمورفولوجي، اهم حاجه ان انا بشوف بالايه، مفيش حاجه عندي بتبان باللايت ميكروسكوب، بالاميون فلوريسنت ما عنديش انتي بوديز ولا الكلام ده، ولكن عندي بالالكترو مايكروسكوب بشوف افيسمنت اوف فود بروسيسز، فقدنا الرجول وفات في التيوبيول، تمام، واكتب عندك برضو تيوبيولار ايبيثيليوم في فات، العلامات العاديه بتاعت النفروتك. النوع اللي هو الوحش اللي اسمه فوكال سيجمنتال جلوميرولس كيروز، اسوأ نوع. قلت لك ليه اوحش نوع؟ عشان فوكال؟ لا. عشان سيجمنتال؟ لا. عشان جلوميرولس كيروز. يعني ايه سكيروز؟ بيقول لك بتميز بسكليروز اوف اونلي بورشن اوف كابيلاري، عشان كده سيجمنتال، بورشن جزء من الكابيلاري، في بعض الجلوميرولاي، عشان كده فوكال، تمام. طيب الاسباب ممكن يبقى ايديوباثيك ملوش سبب او سكندري، وسكندري اهم حاجه تعرف الايدز والهيروين، مخدرات والايه والايدز. طيب نيجي للمورفولوجي، من اسمه، اسمه ايه؟ فوكال سيجمنتال جلوميرولس كيروز، يبقى سام جلوميرولاي، بيحصل في سام تيوبيولز، بيحصل لهم ايه؟ هايال سكليروزز وهايالاينوزز، سكينوز وهانوز. ومن الحاجات اللي فيه برضو ميزانجيال سيل بروليفريشن، جميل. النوع الاميون جلوبولين فيه ام، ودي حاجه مميزه جدا، خد بالك، بيترسب على الميزانجيال سيلز. طيب النوع اللي بعده ابو وشين، عنده من كل حاجه اتنين، اللي هو ممبرينو بروليفتيف او الميزانجيو كابيلاري. ممبرينو بروليفتيف دي اكتر من نوع، ودوت من الاسباب اللي بتعمل نيفروتيك سيندروم، وممكن يحصل عنده هيماتيوريا زي النيفريتيك، يعني نيفروتيك ونيفريتيك، هو في الاصل نيفروتيك، نيفروتيك، تمام، ولكن قلنا ابو وشين ممكن يبقى ده وده لانه بروليفتيف. 50% من الحالات بيوصل لكرونيك رينال فيلير، وبرده اسبابه زي اسباب الممبرينس، ممكن يبقى ايديوباثيك وممكن يبقى سكندري، تمام، سكندري برضو اشيد لامراض مشهوره. طيب نيجي للمورفولوجي، المورفولوجي اسمه ايه؟ ممبرينو بروليفريتيف. طيب بروليفريتيف يبقى فيه هايبر سيلاريتي، السيلز بيحصل لها بروليفريشن، يبقى السيلز بيحصل لها بروليفريشن، فيها هايبر سيلاريتي، السيلز بيحصل لها بروليفريشن، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الممبرين ثيكند، ثيكنينج، دول الحاجتين بيحصلوا فيه ممبرينو بروليفريتيف، جميل. اهم حاجه في الهايبر سيلولاريتي سيلز بروليفريشن هي الميزانجيال سيل بروليفريشن، كويس، وبتبقى الممبرين بيبقى دبل كونتور مقسوم اتنين، عامل زي الترام تراك، كتبها الترام تراك ولا لا؟ سيميلر تو ترام تراك، عامل زي شريط القطر، ممبرين مقسوم اتنين، كل حاجه اتنين. انا شرحت لك تايب 1 وتايب 2، تايب 1 بيترسب سب اندوثيليال وممكن ميزانجيال، التايب 2 بيترسب اللي هو الدنس ديبوزيت ديزيز، بيترسب جوه الممبرين ان ذا جلوبس ممبرين، وممكن في الميزانجيال. الكتاب بقى زود نوع ثالث اسمه تايب 3، ده نوع جديد بيترسب ساب ايبيثيليال وميزانجيال وساب اندوثيليال، بيترسب في كل حته، ده دكاتره بالنسبه للممبرينو بروليفريتيف. في نوع اسمه فوكال بروليفريتيف جلوميرولونيفريتس، المفروض ان النوع ده اصلا نفريتك، بس ممكن يظهر بشويه اعراض نفروتك يعني. فوكال بروليفريتيف زي الاكيوت ديفيوز بروليفريتيف، ولكن بيحصل ان سام جلوميرولاي، سام جلوميرولاي، جميل، وممكن يبقى ايديوباثيك او ممكن سكندري لاذر ديزيزز، يعني بيحصل مع بعض الامراض المناعيه زي بولي ارتنيدوز، سيستميك لوبس، حاجه اسمها هينوكشن لاين بيربرا، نوع من انواع الامراض المناعيه، ما يهمناش طبعا الكلام ده، ولكن اعرف ان في الفوكال بروليفريتيف برضو الاميون جلوبولين ديبوزيت مميز A وM، يبقى انا عندي كله جي
ما عدا الفوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروزز ام. ومين تاني ام؟ فوكال بروليفريتيف. الكلام ده يجي في الام سي كيو. يبقى الاثنين فوكال فيهم ام، فوكال فيهم ام، ماشي. طيب خدنا الاميون جلوبولين ان فروبس، خدناه مع النفريتك. الكرونيك جلوفرايتس، كرونيك جلوفرايتس هي اند ستيج رينال ديزيز، يعني نهايه الامراض الكلى وبتنتهي بكرونيك رينال فيلير. جروس بيكتشر شرحته لك بالتفصيل، حط خط تحت شرانكن بتنكمش، الكبسول ادهيجن ثيكند وادرنت وفيها سيستس، كبسول من بره فيه سيست وشرحنا سببها. طبعا الكدني نفسها فيها بيحصل فيها ضمور اتروفي، واندستيند كورتكس ان مضله دي مهمه، ما تقدرش تميز الكورتكس مضله، والبلاد فيسل تبقى تخينه بسبب التليف. تحت الميكروسكوب رسمت لكم رسمه بالتفصيل، بلاقي ان الجلوميرولاي بيبقى فيها فايبروز وهالينوزس، جميل، والتيبيولز جزء منه اتروفي جزء دايليتد اللي هو فيه ثايرويدايزيشن، الانترستيشال تيشو فيه تليف وفيه انفلاماتوري سيلز معظمها ليمفوسايت، والبلاد فيسل بيبقى الوول بتاعها ثيكند، وقلنا الاعراض بتاعه الايه الرينال كرونيك رينال فيلير.